النشرة الاقتصادية تأتيكم برعاية مجموعة جي اف اتش المالية، الشركة الرائدة في إدارة الأصول. انطلقت صباح الأحد أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 في إمارة دبي، وتستمر حتى 14 من شهر فبراير الجاري تحت شعار استشراف حكومات المستقبل. وشهد اليوم التمهيدي انعقاد منتدى المالية العامة للدول العربية والاجتماع العربي للقيادات الشابة، وذلك بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين والخبراء ومستشرفي المستقبل وصناع القرار وقادة الفكر وعدد من المنظمات الدولية. وتشكل القمة العالمية للحكومات منصة جامعة تستضيف في نسختها الحالية أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، وأكثر من 85 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، و 120 وفدا حكوميا ونخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين لبحث التوجهات المستقبلية العالمية الكبرى في أكثر من 110 جلسات رئيسية وحوارية وتفاعلية يتحدث فيها 200 شخصية عالمية، إضافة إلى عقد أكثر من 23 اجتماعا وزاريا وجلسة تنفيذية بحضور أكثر من 300 وزير ومسؤول. أكد السيد إيهاب رشاد المدير العام لشركة مباشر كابيتال البحرين أهمية الاستثمار في المنتجات الإسلامية التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية. جاء ذلك على هامش ملتقى ومعرض مملكة البحرين لصناعة الحلال الذي عقد مؤخراً. العديد من المنتجات مثل الصكوك، مثل الصناديق الإسلامية، مثل الخدمات المالية الإسلامية والبانكينج فاينانس، احنا بنقدم الخدمات دي كلها للمستثمرين اللي يقدروا ان هم من خلالها يستثمروا اموالهم في منتجات إسلامية تتوافق مع الشريعة، بحيث ان احنا نوفر ليهم المجال ان هم يستثمروا اموالهم في مجال حلال 100%. والآن نترككم مع دائرة الأسواق المالية الخليجية. وللحديث حول أسعار الفائدة يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي عبد الله البستكي الرئيس التنفيذي لشركة توصيات للاستشارات. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. وفي البداية أستاذ، كيف تؤثر المستويات العالية لأسعار الفائدة على قرارات المستثمرين في بداية عام 2024؟ نعم طبعا، يعني مستويات أسعار الفائدة حالياً وصلت ذروتها، وتوجد علاقة عكسية بين الفائدة والطلب على الاستثمار. احنا عارفين كلنا، كلما ارتفعت سعر الفائدة زادت تكلفة الاقتراض ومن ثم زيادة تكلفة الإنتاج، وبالتالي تقل الاستثمارات، أي أن أي زيادة فوائد على القروض هي بمثابة تعطيل للاستثمار، تأثر على النمو. نعم أستاذ، هل من المتوقع خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قريبا؟ والله طبعا مما لا شك فيه، في هناك إجماع بالرأي بين المستثمرين الكبار والفيدرالي على بداية تخفيض أسعار الفائدة خلال العام 2024. هذا خلاص متفق عليه من كل الأطراف. الموضوع متى وكم، الوتيرة التخفيض كم مرة. حاليا الأسعار، السوق على يسعر بين 4 إلى 5 مرات تخفيض وتخفيضات مبكرة، ولكن الفيدرالي يتوقع 3 تخفيضات ومشروطة على بيانات اقتصادية. السوق سعر اوريدي حاليا بعد البيانات القوية المرنة اللي شهر 1 وشهر 2 من الاقتصاد الأمريكي. حاليا السوق يتوقع أن في يونيو المقبل باحتمالية غرها أكثر من 60%، وخلال سنة 2024 بيكون 3 مرات تخفيض لأسعار الفائدة الأمريكية. نعم أستاذ علي، ما هي أبرز البيانات الاقتصادية التي قد تؤثر على خفض أسعار الفائدة والتي تترقبها الأسواق؟
والله البيانات الاقتصادية المهمة اللي الأسواق تترقبها خلال هذا الأسبوع والأسبوع الجاي، مؤشر أسعار المستهلكين الكونسيومر السي بي آي، هذا مؤشر جدا يعتمد عليه الفدرالي في تعيين ومسار أسعار الفائدة المستقبلية. من المتوقع أن حتى اللاعبين الكبار يعني they pay attention، يعطونا أهمية كبيرة. احنا كلنا شهدنا بيانات اقتصادية مهمة كانت في النان فارم بيرول البطالة وقبل حوالي أسبوعين، وشهدنا اللي هي مؤشر مديري المشتريات. كل التوقعات أو القراءات طلعت إيجابية وعطت قوة ومرونة للاقتصاد الأمريكي. فلذلك الفدرالي الآن ينظر للبيانات أكثر بالأسواق عشان يعني يحدد متى راح يبتدي بتخفيض أسعار الفائدة والاقتصاد يكون في موقع بالانس. بالتأكيد السيد علي عبد الله البستكي الرئيس التنفيذي لشركة توصيات للاستشارات، شكرا جزيلا لك.